فكرة استخدام أوراق الموز بطريقة إبداعية كانت فكرتنا لتحويل النفايات الزراعية مثل ورق الموز لمنتجات مختلفة كنا بنستخدمها في بيوتنا. هدف مشروعنا اللي بيشمل 60 صيدة إنه نفعل فكرة إدارة النفايات في منطقتنا. نعمل على إنتاج منتجات يدوية صديقة للبيئة من أوراق الموز، خصوصاً إنه منطقتنا معروفة بزراعة الموز. بس مشروعنا بيختلف عن المشاريع الثانية لأنه فيه إبداع كثير كل مراحله. مثلاً الآلة اللي بتقص ورق الموز ويعيد تدويرها تم إنتاجها لأول مرة محلياً. وكمان استعنا بمصممين وخبراء لحتى نطلع من الإطار التقليدي بصناعة المنتجات. وعشان نعزز مهاراتنا تلقينا تدريبات حتى تساعدنا إنه تضمن نجاح مشروعنا حتى يوفر لنا فرص عمل ومصدر دخل للجميع.